السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كل احترام والتقدير. حلقة أخرى رائعة على العطور النسائية الرائعة. هذه الحلقة هذه خاصة بالنساء، حلقة خاصة بالنساء لكم أخواتي، بناء على الطلب ديالكم باش ننزل لكم ترتيبات أو لا أفضل العطور النسائية. لهذا قررت ندير سجل العطور النسائية رائعة ونختارهم صراحة، ولو أنني ماشي بارع في العطور النسائية، ولكن بالتجربة ديالي وبالخبرة ديالي قررت نختار لكم سجل العطور رائعة إن شاء الله، عطور اللي غتعجبكم ولو أن الترتيب ديالها يمكن تختلفوا معايا فيه. الناس اللي كيسولوا على المحل في الدار البيضاء عين الشوق، شارع عمقالة داخل سوق ياسمينة، رقم المحل 23. ديما كنذكر بالمحل حيت كاين الناس اللي أول مرة غيشوفوا المحتوى أو الفيديو ديالي ما كيعرفوش المحل. بالنسبة للتوصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم، والدفع شحال التسليم. غادي نبداو إن شاء الله في العطور النسائية الرائعة كما ذكرت لكم، وعندنا أول عطر هو مزاجي. مزاجي كي تعتبر من العطور الرائعة اللي كتحاكي عطر إليساب رويال، عطر رائع صراحة، عطر نسائي، هو عطر ماشي صيفي، يتلبس في الشتاء، عطر رائع جدا. مزاجي إلا تكلمنا على زهرة البرتقال مع الياسمين، مزاجي في واحد النوطة سبحان الله اللي راه غتفقوا معايا فيها، ولو أنها ما كيناش في العطر، ولكن تقريبا بعد في بعض الاحيان بالتمازج ديال بعض المكونات يمكن يعطيونا نوطه خارجه على المكونات ديال العطر. والدليل هو بعض العطور منهم اللي غنذكر لكم شهره للرجال، شهره ما كاينش اللي ما اكتشفش فيها، بالاخص الاخوه اللي كيفهموا في العطور، نوطه الطباك والتبغ، رغم ان العطر ما كيوحيش ان فيه التبغ، وحتى لدرجه اللون ديالو الماء ديالو ما فيهش ما كيوحيش على ان عطر تبغي، ورغم ذلك كاين بعض النوطات اللي عطاونا نوطات التبغ اللي ولات واضحه في عطر شهره. لهذا مزاجي فيه نوطه البيش ايضا مع مسك ابيض مع فانيليا و بودر. ملي كنقولوا بودر يعني نوطه، النوطه اللي كنعرفوا على الغريه ما بارزاش ما واضحاش، نوطه البودر، نوطه المصاحيح النسائيه، الماكياج، نوطه بودريه. عطر مزاجي، عطر صراحه رائع، ولكن درتو انايا في المرتبه. بالنسبه للترتيب كنبداو غاديين من الاول. الاول كيعني هو العطر الاخير، ولكن النمبر 1 او لا غيكون هو السادس، لان احنا غاديين تصاعديا كما كنقول. مزاجي العطر الثاني حتى هو العطر الرائع المعروف، عطر ليبغ من البدائل ديال ليبغ إيف سان لوران. عطر ليبغ عطر صراحه رائع، حتى هو عطر مناسب للاجواء اللي جايه الخريف. ليبغ ملي كنتكلموا على ديبغ ما يمكنش نساو الكاسيس او لا الكشمش الاسود. مع المندارين واضح صراحه في هذا البخه اللي درت في هذا الرشه، ياسمين خزامه وفي القاعده عندنا فانيليا مع مسك وعنبر، كيعطينا عطر ليبغ من العطور النسائيه الرائعه. عطر صراحة اللي بزاف ديال النساء ولا صديق ديالهم هذا العطر، أو نقولوا صديقة ديالهم هذا العطر من العطور الرائعة. غنمشيو للعطر الثالث، هو اللي ربما غيدير لكم مفاجأة، لأن هذا العطر هذا تيعتبروا بزاف ديال النساء أنه من العطور الرائعة. نعم هو من العطور الرائعة، اللي هو يارا صنفتو في المرتبة الثالثة. غتقول لي تقدروا بزاف ما غيتفقوش معايا في هذا العطر، غيقول لي هذا خاصو يكون هو الاول. يا راق بالنسبه لي انا العيب الوحيد اللي فيه والله اعلم هو ان العطر خطي، عطر نقدر نقول لكم ممل
هو عطر رائع، ولكن يارا مع الفانيليا خطيه فيه واضحه، ماشي عطر شهرامي ما كيتدرجش تقريبا. الفانيليا معاك من الافتتاحيه حتى القاعده، يارا اللي تم الاصدار ديالو في 2020 في الشركه ديال لطافه، يارا كيتعتبر من البدائل نقدروا نقولوا هيبنوتيك بوازون من ديور الاصدارات، الاصدار الاول ديالها اولا بيبي جينز فور هير. يارا اللي تكلمنا على يارا، المهم فانيليا واضحه، كاين واحد التداخل ديال اليوسفي مع فواكه مسك، ولكن الفانيليا واضحه في العطر تقريبا، عطر صراحه رائع فانيلي، هو اللي درتو في المرتبه الثالثه. وغادي نمشيو للمرتبه الرابعه، المرتبه الرابعه عطر برايد. برايد من العطور الهرميه الرائعه من البدائل ديال ايدول باي لانكوم، عطر رائع. النساء راكم مجربين هذا العطر هذا. ايدول اللي تكلم على فلفل وردي مع كمثري برغاموت باتشولي مع مسك وفانيليا في القاعده، كيعطينا هذا العطر الرائع. برايد هو من البدائل الرائعه الايدول لانكوم من دار الهمبرا، عطر نسائي رائع مختلف هادئ حمضي فانيلي فاكهي، عطر صراحة كما قلت لكم انا ماشي بارع في العطور النسائية، ولكن عطر كيبقى من العطور الرائعة. غادي نمشيو للمرتبة الخامسة، عطر لوكارميلي. لوكارميلي من البدائل الرائعة روبرتو كافالي ديب ديزاير، عطر رائع، اداء ديالو حتى هو رائع، عطر مختلف، عطر النساء تقريبا فوق الثلاثينات، المهم الثلاثينات، ماشي عطر للنساء 18 سنه ولا 20 سنه ولا، عطر رائع، عطر فخم لوكارميني. لا تكلمنا على مندارين، فلفل وردي، زهرة البرتقال خفيفة، كاكاو، باتشولي وفانيليا، عطر رائع، الأداء ديالو رائع صراحة، فوحان العطر. ساعة تبات 6 ساعات من العطور لوكارميني الرائعة، وراغا تكونوا بطبيعة الحال راه جربتو، لأن بزاف ديال النساء كان لوكارميني كان عليه الطلب لدرجة سالة ليا وعاود جبتو وعاود سالة ليا وعاود جبتو، دابا نيت أصلا راه مبقاش عندي فيه بزاف. لوكارميني عطر رائع، عطر صيفي خريفي ليلي من العطور الرائعة. وغادي نمشيو للعطر الاول، العطر السادس، يعني هو العطر الرائع اولا اللي صنفته انا هو الرائع ما بين هاد المجموعه، وما كاملين مزيانين صراحه، كاملين عطور تستحق التجربه، وغتكون عندكم وغتكونوا مجربينهم وغتختلفوا معايا انا من طبيعه الحال، عارف كما كندير في الترتيب ديال العطور الرجاليه كنلقى اختلاف معايا، وهذا الشيء كيسرني، لاننا حنا كاملين الحمد لله اللي كيجمعنا في قصر الفخامه هي هاد الشغف وهاد الحب ديال العطور وهاد الهوايه الرائعه وهاد الادمان الرائع على العطور اللي كنفتخروا به. غنمشي للعطر السادس اللي هو بينك دغيس. بينك دغيس من البدائل الرائعه نينا ريتشي. بينك دغيس علاش درتو هو الاول؟ لانه من العطور المظلومه، هاد العطر هذا مظلوم صراحه، عطر رائع، ليمون، تفاح اخضر مع مسك وحلوى وخشب الارز في القاعده، صراحه عطر رائع. ما عرفتش انايا، المهم الاذواق هي كتختلف، ولكن دائما كنقول للنساء انكم حاولوا تخرجوا من هذاك ديال العطور اللي كتكون غير مشهوره اولا كدير ليها شي وحده مشهوره الاشهار وصافي وكتنتشر كيف بعض العطور. سمحوا لي شويه ديال الصداع، ولكن الحمد لله جا في اخر الفيديو. لهذا بينك دغيس من العطور الرائعه، واللي مجرباها راه غادي تعرفني علاش كنتكلم. اخواني واخواتي الفيديو سالة، ان شاء الله حتى الحلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.